انا حمودي كل هذول اصحابي. واحد صاحبك مش كسور. عرفت كبوتك اصحابك. نحن من كوندكتور سنين. كويا يوم الاحد ولا الاثنين؟ الاحد. لا مين بده الاحد يرفع ايده؟ مين بده الاثنين؟ اثنين. اذا الامتحان امتى بكون؟ الاحد. هاي العمليه اولاد عمليه اختيار الامتحان اسمها ديمقراطيه، حريه الاختيار. يعني ما اجى المعلم طلب منكم وقال لكم امتحان الاحد، شو بتصير العمليه؟ عمليه ديكتاتوريه او تسلط. الديمقراطية مين بيعرف لي اياها؟ حسب ما اعطينا مثال مين بيعرف لي اياها؟ حرية اختيار. في حد بيفرض علينا شو نحكي؟ ها؟ انا لنفرض في جاي اصور عندكم وباجي بدي احكي مع زكريا، زكريا شو بتحكي عن المدرسة؟ شو عمل مثلا الاحتلال عندكم؟ وقف زكريا وبحكي بعرف عن حاله. اقف زكريا. أنا زكريا حسان حسين شنرار الصف الخامس مدرسة السوسي الأساسية المختلطة، أسكن في الخيم. أتعلم إلى ضد هذه المدرسة أنا أتعلم ليس من حقنا أن نتعلم كبر الطلبة. ممتاز. بنمارس الديمقراطية في أشياء ثانية مارسناها قبل أيام يا أولاد. في إيش؟ في الانتخابات. الانتخابات إيش؟ الانتخابات المحلية مارسناها قبل أيام. إذا الديمقراطية جميلة جدا، ليش؟ لأنها شو توفر لنا؟ حرية. لأنها توفر لنا حرية الاختيار. ماشي، يعطيكم العافية.